سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم. أبرزت وسائل الإعلام العربية والعالمية أعمال القمة المصرية السورية التي عقدت في دمشق بين رئيس حسني مبارك ورئيس السوري حافظ الأسد، والتي استغرقت عدة ساعات. وأشارت وسائل الإعلام إلى تأكيد الزعيمين مبارك والأسد على ضرورة استئناف عملية السلام واحترام الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف العربية وإسرائيل. كما نوهت وكالات الأنباء بتأكيد رئيس مبارك المبدأ الثابت لعملية السلام في الشرق الأوسط، وهو مبدأ الأرض مقابل السلام. وأشارت كذلك إلى اتفاق رئيسين أيضا على حق الدول العربية في إجراء المناورات العسكرية في أراضيها صيانة لكفاءة قواتها العسكرية. المزيد من التفاصيل حول ما جاء في القمة المصرية السورية في سياق التقرير التالي. تابعت وسائل الإعلام العربية والعالمية باهتمام كبير الزيارة السريعة التي قام بها الرئيس مبارك أمس إلى العاصمة السورية دمشق، واستغرقت عدة ساعات. التقى خلالها والرئيس السوري حافظ الأسد، وذلك في طريق عودته إلى القاهرة بعد أن رأس سيادته وفد مصر الرسمي في اجتماعات مجموعة دول 15 والذي عقد بهراري في زيمبابوي. وسائل الإعلام أبرزت تأكيدات الرئيس مبارك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأسد بضرورة استئناف عملية السلام واحترام الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية. كما شددت على تأكيده بأهمية عدم العودة إلى نقطة الصفر وإعلانه رفض كل ما تردد حول مدريد 2، وهو ما أكده أيضا الرئيس السوري حافظ الأسد الذي طالب بضرورة استكمال عملية السلام واستئنافها على أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومقررات الشرعية الدولية. وحول التدريبات العسكرية السورية في الجولان، أبرزت وكالات الأنباء تأكيد الرئيس الأسد بأن لكل دولة تدريباتها ومشروعاتها العسكرية، وهو الأمر الذي تقوم به إسرائيل فعلا في نفس المنطقة. وأشار الرئيس الأسد بأن التدريبات السورية جانب فيها يستهدف الحضرة بعد التصريحات الحربية التي أطلقتها حكومة الليكود فور وصولها إلى السلطة في إسرائيل. وحول التوقعات لأي مغامرة عسكرية على جنوب لبنان أو ضرب لبعض القواعد الاستراتيجية في سوريا، أكد الرئيس السوري أنه يجب ألا يقع ذلك، لكن لا يستطيع أحد أن يقول إنها لن تقع وإنه احتمال وارد. وكان الرئيس مبارك قد بدأ مباحثاته مع الرئيس السوري حافظ الأسد فور وصوله دمشق، وقد تركزت المباحثات في مضمونها على بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطورات مسيرة السلام في الشرق الأوسط في ضوء المواقف الإسرائيلية التي تحول دون إحراز تقدم في المسيرة السلمية. تبدأ اليوم انتخابات رئاسة الأمريكية لاختيار رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 سنوات قادمة، وسط توقعات كبيرة تشير إلى تفوق رئيس الأمريكي بيل كلينتون على منافسه الجمهوري بوب دول، بالإضافة إلى المرشح المستقل روس بيرو. ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية لتلك الانتخابات التي ستجرى في 51 ولاية أمريكية في الساعات الأولى من صباح الغد. المزيد من التفاصيل حول الانتخابات الأمريكية في سياق التقرير التالي. الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى لحظاته الأخيرة، حيث يسعى الرئيس الأمريكي الديمقراطي بيل كلينتون ومنافسه الجمهوري روبرت دول لتحقيق النصر في الانتخابات التي تجرى اليوم. ويشير آخر استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إلى استمرار تقدم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مرشح الحزب الديمقراطي على منافسه الجمهوري روبرت دول بفارق كبير، وذلك قبل ساعات فقط من إجراء الانتخابات. فقد أوضح الاستطلاع حصول الرئيس كلينتون على تأييد 51% مقابل حصول دول على 35% فقط. في الوقت نفسه ارتفع حجم التأييد للمرشح المستقل روس بيرو إلى 8%. و
وعلى الرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي ترشح كلينتون للفوز بالانتخابات، إلا أن المراقبين السياسيين يرون أن المسرح ما زال مهيئا لحدوث مفاجآت في أكبر حملة انتخابية لاختيار آخر رئيس أمريكي في القرن العشرين. أصدر اليوم الرئيس الباكستاني فاروق ليجاري قرارا بحل الجمعية الوطنية وإقالة رئيسة الوزراء الباكستانية بنظير بوتو ومجلس الوزراء، كما أمر الرئيس الباكستاني بتعيين ميراج خالد خلفا لبنظير بوتو، وكان أول تصريح أدلى به ميراج خالد عقب تعيينه هو عزمه على إقامة انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. ومن ناحية أخرى، قام بعض ضباط الجيش اليوم باعتقال عاصف على زارادي زوج بنظير بوتو وراجا ساروب خان حاكم مقاطعة البونجاب. في موسكو صرح متحدث باسم الرئاسة الروسية أن جراحة القلب التي طال انتظارها لرئيس الروسي بوريس يلتسين بدأت في مستشفى بموسكو في وقت مبكر اليوم. وقالت وكالة أنباء ترتاس إنه قبيل العملية وقع يلتسين مرسوما يقضي بنقل سلطات الرئاسة ومنها التحكم في ترسانة النووية لروسيا إلى رئيس الوزراء فيكتور تشيرنوميردن. ونقل يلتسين البالغ من العمر 65 عاما بالسيارة من مصحة غربي العاصمة الروسية إلى مركز موسكو للقلب، حيث تجرى له العملية لاستبدال شرايين. ويجري العملية الجراحية فريق يرأسه الجراح الروسي رينات إيكورين والجراح الأمريكي البارز مايكل ديبيكي، ومن المنتظر أن تستمر الجراحة بضع ساعات. أكدت الإذاعة الحكومية في كينشاسا أن زائير لن تشارك في القمة الإقليمية لدول البحيرات العظمى التي ستعقد اليوم في نيروبي لبحث الموقف المتدهور شرقي زائير، في الوقت الذي تصاعدت فيه نذر كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تكدس أكثر من مليون لاجئ من الهوتو في المنطقة معزولين تماما عن العالم. وكانت حكومة كينشاسا قد أعلنت رفضها المشاركة في أي اجتماع ما لم تنسحب القوات الرواندية التي تتهمها زائير بدعم المتمردين التوتسي من أراضيها الشرقية. وفي واشنطن أعلن الوسيط الأمريكي ريموند كريتيان أنه سيحاول اللحاق برئيس زائري موبوتو سيسيسيكو في منطقة ريفيرا الفرنسية لإجراء محادثات معه قبل عودته إلى بلاده، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة بين زائير ورواندا قبل تحولها إلى حرب شاملة. على صعيد آخر، أكد كريتيان الذي كان سفيرا لبلاده لدى زائير أن هناك عدة خيارات لإنقاذ أكثر من مليون لاجئ رواندي وبوروندي يتهددهم الموت جوعا، إلا أن المشكلة تكمن في الحاجة إلى قوة عسكرية دولية للاطلاع بهذه المهمة الإنسانية. كانت زائير قد أعلنت رفضها التفاوض مع رواندا بأي شكل من الأشكال ما دامت قوات رواندية تحتل أجزاء من أراضي زائير. وفي تطور جديد، وبعد أسبوعين من المعارك العسكرية الضارية بين قبائل التوتسي المتمردة وقوات الجيش الزائري والتي أدت إلى نزوح نحو مليون لاجئ، أعلن المتمردون التوتسي وقف إطلاق النار في شرقي البلاد. لورنت لابيلا زعيم المتمردين التوتسي هدد باستئناف القتال في حالة عدم التزام الجيش الزائري بالهدنة، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار الذي يستمر لمدة 3 أسابيع سوف يتيح لنحو مليون لاجئ رواندي وبوروندي من قبائل الهوتو العودة إلى بلادهم. شنت الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الجنرال عبد الرشيد دوستم قائد الميليشيات الأوزبكية لأول مرة أمس هجوما جويا على مطار مدينة هيرات غربية أفغانستان، والتي تسيطر عليها حركة طالبان، مما أدى إلى تدمير برج المراقبة بالمطار وإلحاق أضرار مادية بالمباني المجاورة.
وهدد جنرال دوستم حليف القوات الحكومية الأفغانية المخلوعة مجددا بأن قوتي سوف تستولي على مدينة هيرات إذا لم توافق حركة الطالبان على وقف إطلاق النار. في الوقت نفسه أعلن المراقبون الدوليون أن المعارك الضارية التي تتواصل الآن بين الأطراف المتناحرة في أفغانستان لم تحرز أي تقدم من جانب أي من هذه الأطراف. ذكر متحدث عسكري من كوريا الجنوبية اليوم أن رجلين مشتبها في أنهما من المتسللين من كوريا الشمالية لقيا مصرعهما صباح اليوم رميا بالرصاص. وأضاف المتحدث أن الاثنين قتلا بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية. والنبأ الأخير، تم في الإسكندرية الكشف عن قصر الملكة كليوباترا الغارق تحت مياه البحر المتوسط منذ أكثر من 1650 عاما بسبب زلزال شديد وقع في البحر المتوسط. هذا الاكتشاف المهم قد يعقبه عدة اكتشافات أخرى عن عصر البطالمة في مصر، كما أنه قد يكشف عن مقبرة أنطونيو وكليوباترا، كما تم العثور على مسلات وتماثيل من عهد البطالمة وتماثيل لأبي الهول وأحجار عليها نقوش هيروغليفية في منطقة تبلغ مساحتها أكثر من كيلومتر مربع، يرجعها الأثريون إلى الفترة التي حكمت فيها كليوباترا مصر. يذكر أن هذه المنطقة كانت تعرف وقتها باسم بوسيدون نظرا لوجود معبد البوسيدون عليها. قدمنا لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.